السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، هنتكلم فيها عن سؤال مهم اتسألنا فيه كتير جدا، وهو تأثير القهوة على الحمل. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، حب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. محتويات الفيديو بتاعنا: القهوة للحامل، تأثير القهوة على الحامل وتأثيرها على الجنين، حاجة الحامل من القهوة. القهوة للحامل، عندما نسمع بكلمة قهوة يتبادر فورا إلى أذهاننا أنها نوع من المنبهات الجيدة التي نعتمد عليها إذ رغبنا ببدء يوم مليء بالنشاط والحيوية، أو رغبنا بالذهاب إلى العمل أو بدء الدراسة. ولكن خلال فترة الحمل قد يكون تناول المزيد من فنجانين القهوة شيئا ليس عاديا عند البعض منا لاحتوائه على الكافيين لاعتقادنا أن القهوة تضر بالجنين وبالأم الحامل، مع أن الكثير من الدراسات أكدت أن تناول القهوة باعتدال لا تسبب أي أذى إلى الجنين وليست هناك أي أضرار لها. فيما قام بعض الأطباء بتقديم نصيحة للأم الحامل التي تعاني من الغثيان والقيء خلال فترة حملها بالابتعاد عن تناول القهوة والمشروبات التي تحتوي على منبهات خلال فترة الصباح واستبدالها بمشروبات مفيدة وخفيفة. تأثير القهوة على الحامل، حسب بعض الأطباء فإن الكافيين الموجود في القهوة يؤثر سلبا على صحة الجنين، وفي حال أنه تم تناولها بشكل مبالغ فيه من قبل الأم الحامل فوجد أنها تؤدي إلى تسريع عملية التنفس الجنين، وكذلك زيادة نبضات القلب، وكذلك تعمل على إعاقة امتصاص الحديد من الطعام مما يؤدي إلى إصابة الأم وجنينها بفقر الدم. تأثير القهوة على الجنين، أكدت بعض الدراسات أن القهوة تؤدي إلى ولادة طفل خفيف الوزن أو لديه تشوهات خلقية أو حدوث ولادة مبكرة له، كما أنها تسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى الأم مما يهدد حياة الجنين. كذلك بعض الدراسات الحديثة أشارت إلى أن الطفل الذي ولد لأم كانت تتناول قهوة بشكل كبير إلى احتمالية تعرضه لسرطان الدم أكثر من غيره، كما أن القهوة تؤدي إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي للحامل مما يسبب لها ذلك الأرق والعصبية والصداع، وفيما تكون الحامل محتاجة إلى الراحة والهدوء أكثر من غيرها. كذلك فإن مادة الكافيين التي تحتوي عليها القهوة تقلل من نسبة الكالسيوم في العظام، وكذلك تعتبر القهوة مضرة للبول، أي أنها قد تسبب الجفاف للحامل خاصة إذا كانت لا تتناول السوائل والمياه بشكل الكافي، وهذا يلحق الضرر بالحامل والجنين ويسبب المتاعب الكثيرة عند الولادة. حاجة الحامل من القهوة، يجب على الحامل تناول القهوة باعتدال، فبعض الدراسات وضحت ذلك بما يعادل فنجانين يوميا وعدم الإسراف أكثر من ذلك. فالأطباء عادة ما ينصحون الحامل بالابتعاد عن كل ما يحتوي على الكافيين قدر الإمكان للمحافظة على صحة الحامل وصحة الجنين، وتجنب المتاعب النفسية التي يسببها تناول القهوة الغنية بالكافيين. هل تناول الحامل الشاي والقهوة يضر بالجنين؟ تعتاد كثيرات شرب كميات كبيرة من الشاي والقهوة في حياتنا اليومية رغبة في الشعور على الحيوية والتغلب على الكسل وتقليل الشعور بالصداع وتحسين المزاج، ولكن مع الحمل يختلف كل شيء، وتفرض تعليمات وقوانين جديدة على الحامل أن تتبعها، خصوصا فيما يتعلق بالأغذية والمشروبات التي تتناولها حتى تمر فترة الحمل بسلام عليها وعلى جنينها. فهل القهوة مضرة للحامل أم يمكن تناولها بأمان بكميات معينة خلال فترة الحمل؟ هناك كثير من التحذيرات التي تفرض ضرورة التقليل من كمية الكافيين التي تتناولها الحامل لما له من أثار سلبية على الجنين والأم نفسها، وارتبط بانخفاض وزن المولود أيضا، والكافيين أحد أهم العناصر الموجودة في القهوة، وقد حذرت بعض الدراسات من أن تناوله بمعدلات مرتفعة تصل إلى 7 فناجين قهوة في اليوم أو ما يوازي هذه النسبة من الشاي أو المشروبات الغازية يضاعف من خطر موت الجنين داخل الرحم. الكمية المناسبة لشرب القهوة للحامل، توصلت غالبية الأبحاث إلى أن الكافيين يتسلل إلى المشيمة، لذلك فإن الكميات المعتدلة من
200 إلى 300 ملي جرام يوميا لا تضر بالجنين، وهو ما تحصل عليه المرأة الحامل من فنجان إلى فنجاني قهوة في اليوم. ويختلف تأثير شرب الشاي والقهوة بسبب اختلاف كمية مادة الكافيين حسب حجم الفنجان المستخدم وطريقة التحضير. إذ أن كمية الكافيين الذي يحتوي عليها فنجان بحجم 100 ملي متر من قهوة الإسبريسو يصل إلى 90 ملي جرام، وفي القهوة الخالية من الكافيين 2 ملي جرام، وفي النسكافيه 60 ملي جرام، وتحتوي نفس الكمية من الشاي على 50 ملي جرام. هل الشاي مضر للحامل؟ يحتوي الشاي على كمية من الكافيين نفسها التي تحتوي عليها القهوة، إلا أن احتوائها على مادة الأدمين يحد من مفعول الكافيين، لذا يمكن للحامل تناول كميات قليلة من الشاي بأمان. الكمية المناسبة لشرب الشاي للحامل: يمكن للحامل تناول 2 إلى 3 أكواب من الشاي يوميا دون الإضرار بالجنين. نصائح لتقليل الكافيين: استخدم القهوة المنزوعة الكافيين، فإن مذاقها يكون نفس مذاق القهوة العادية تقريبا. اصنعيها بمزج ربع معلقة من القهوة العادية وأضيفي الباقي من القهوة منزوعة الكافيين. اغمسي كيس من الشاي في الماء المغلي ثم اخرجيه بعد فترة قصيرة. هذا يقلل من نسبة الكافيين الى النصف. خففي من تأثير الكافيين عن طريق التحول من تناول القهوة المخمرة الى قهوة سريعة التحضير، او استخدمي نصف ملعقة صغيرة من القهوة عند اعدادها. اضيف اللبن الى مشروب الشاي او القهوة بدلا من الماء لتقليل تركيز الكافيين والحصول على فوائد اللبن في نفس الوقت. اشربي كميات وفيرة من الماء عندما ترغبين في تناول الشاي، فهو يعمل على تحسين وظائف أعضاء الجسم. بدائل الشاي والقهوة للحامل: مشروب الزنجبيل: يمكنك تناوله كمشروب بديل للقهوة والشاي، فهو يساعد على تنشيط الدورة الدموية في جسم الحامل والتخلص من التقيؤ والغثيان. مشروب اليانسون: يخفف من الآلام والصداع، وهو مفيد أكثر في فترة الحمل الأخيرة، إذ يساعد على تسهيل عملية الولادة وتقوية الطلق. مشروب البابونج: يستعمل شاي البابونج لمحاربة حالات الأرق والتخفيف من الاكتئاب الذي يصيب الحامل خلال فترة الحمل. كده نكون خلصنا حلقتنا. والآن بعد أن أجبنا عن تساؤلك هل القهوة مضرة للحامل، تذكري أن الأمومة حلم جميل ترغب فيه كل امرأة، ولكن تحقيقه ليس من الأمر السهل، فهناك كثيرا من التنازلات التي يجب تقديمها وكثير من المتاعب التي ستتعرضين لها طوال فترة حملك. فليكن هدفك الأساسي مرور رحلة حملك وقدوم جنينك بسلام. حتى لو اضطررت إلى تقليل تناول مشروبك المفضل، فكل ذلك من أجل طفلك القادم والحفاظ على صحتك. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.